يشكل اليوم مرحلة تعطي دفعة جديدة للعلاقات الكورية السعودية. 26 اتفاق ما بين الشركات السعودية والكورية بقيمة تتجاوز 29 مليار دولار. تأتي هذه الزيارة لبلدكم الصديق تزامنا مع مرور 60 عاما على إنشاء العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا، مما يؤكد رغبة بلدينا في الاستمرار في ترسيخ أسس هذه العلاقة التاريخية والعمل على استكمال الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في جميع مجالات. نسعى لتكثيف العمل المشترك لمواجهة كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين ويؤثر على أمن الطاقة وسلامة سلاسل الإمداد. طبعا وصل بالأمس ولي العهد السعودي وكان هناك استقبال رسمي له في المطار. كان متواجد رئيس الوزراء الكوري، أجرى معه مباحثات، واليوم أيضا تم اللقاء مع الرئيس الكوري، وأكد الجانبان على أهمية هذه العلاقة أن تكون متينة، وخاصة على مختلف الصعد إن كان صعيد اقتصادي أو صعيد دفاعي.